صباح الخير، برحب بيكم، برحب كل حد معانا بيتفرج على الشاشة أو الكمبيوتر أو الموبايل. احنا فعلا عاوزين نحتفل بالرب النهاردة، ونفسنا في أول دقيقة كده ارفع الاجتماع ده في قلبك. رحب باللي جنبك قبل ما تصلي كده من بعيد لبعيد، قول له أنا مبسوط إن أنت قاعد جنبي، والشخص اللي قاعد جنبك الناحية التانية اللي أنت ما رحبتش بيه واخترت الشخص التاني رحب بيه بقى دلوقتي، وغمض عينك كده وقول له يا رب فعلا احنا مستنيينك النهارده. غمضي عينك واطلبي الرب، يا رب احنا مستنيينك النهارده، عاوزين نمجدك ونسبحك. اتت الساعه، عاوزين نمجد يسوع، انها ساعه لطلب مجدك، لطلب الرب. يا رب النهارده عاوزين كمان نسمع كلمتك على لسان دكتوره نوره. يا رب كلمنا، كلمنا كلمه تحيينا. يا رب النهارده يوم لمجدك انت، يوم لمجدك انت. فاحرق قلوبنا يا رب زي ما كنا بنسمع المرات اللي فاتت، نقينا نظفنا، فيكون النهارده الاجتماع لمجدك انت. بنحبك، بنحبك، مبارك اسمك الى الابد، امين. هللويا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج به، فلنفرح ونبتهج به. يجي حد يقول لي طب انا حزين، انا تعبان، انا مضطرب، الدنيا متلخبطه معايا، أقول لك في كلمات مزمور 5 بيقول كده: ويفرح جميع المتكلين عليه، اتكل عليه، امسك فيه، هتلاقي الفرح والسلام الحقيقي اللي من عنده. أمين. كم واحد يحب يقف معايا وإحنا بنسبح الرب في بداية اجتماعنا؟
أنت عايز سنة نفرح بك يا إله.
كل المجد. أنت ملك ملوك كل الأرض، أنت تجعل في البحر طريق، أنت توجد مسلكا لكل من يتكل عليك. يا رب أشكرك، أشكرك إن احنا فرحانين إنك موجود في حياتنا، مهما كانت الظروف صعبة، مهما كان الألم شديد، لكن مسكين فيك، سلامك بيغطينا. لكل الكرامة، لكل المجد. أخلعنا علي أماما واقتر إليه، طلبي مجد جلاله، قلبي وعيني عليه. جمالي فيك انت وحدك،
تستاهل اني اسكب طيبي عند قدام قدميك. تستاهل انك تاخذ المجد. يا رب ليك كل الكرامة، ليك كل المجد. أعظمك، أشكرك يا رب. افتح عينينا على كلمتك الوقت دوت، افتح عينينا على السماء أكتر. عايزين نشوف اللي عندك. ليك كل الكرامة، ليك كل المجد. أمين. تفضلوا استريحوا. خلونا نسمع كلمة رب على لسان دكتورة نورة. هللويا لحضوره، هللويا لأنه إله أمانة لا جور فيه. زي ما كنا بنرنم، صالح وعادل، مجده يملأ كل الأرض. عظيم عظيم، مفيش حدود لعظمته. قدير، مفيش حدود لقدرته. محب، تخيلوا محبته تغطي الكرة الأرضية كلها، تغطي الكرة الأرضية كلها. هللويا لإلهنا اللي احنا بنعبده وبنسبحه وبنيجي نلتف من حوله. هللويا لإلهنا اللي بنيجي نقوله احنا عايزينك انت اللي تكلمنا، احنا عايزين نسمع الكلمات اللي عايز تقولها لنا كأفراد وككنيسة في الأيام ديت. هللويا لإلهنا المتنازل القريب من كل واحد فينا وعن كل واحد فينا ليس ببعيد. يسوع حلو قوي، حلو قوي يسوع، حلو قوي. يستاهل نعيش له، نمشي وراه ونصدقه وننتظره، وننتظر الانتظار الإيجابي. مبارك اسمه، مبارك اسمه. هقرا معاكم جزء معروف قوي من الكتاب، من أشعياء 40. ومن عدد 27، أشعياء 40 من عدد 27. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكسر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. خلونا نحني في الصلاة. متشكرين، متشكرين عشان كل اللي في قلبك لينا، متشكرين عشان الرسالة اللي انت النهاردة جاي تخترق قلوبنا بيها، جاي تنقلنا. عشان كلمتك يا رب هي اللي بتنقلنا، كلمتك هي اللي بتغيرنا. عشان كده تملي، احنا مش عايزين نسمع صوت بشر. تملي طلبتنا مش ان احنا نسمع عظة يا رب من انسان، لكن تملي الطلبة اللي في قلبنا. عايزين نسمعك، عايزين نسمع كلمات الحياة الخارجة من فمك، عشان احنا عايزين نتغير وعايزين نتنقل من الأرض اللي احنا فيها الأرض تانية. حصرنا رب النهاردة بروحك، حصرنا رب بكلامك. المس أعمقنا يا رب، المس أعمقنا. احنا عايزين نكون الكنيسة اللي حسب قلبك، المفرحة ليك، اللي تقدر تيجي وتسكن في وسطها وتجد راحتك فيها. مبارك اسمك، لكل المجد والشكر. أمين. احنا الشهر ده زي ما احنا شايفين في الشعار، شعار الشهر دوت الانتظار الإيجابي، الانتظار الإيجابي. ان احنا مش منتظرين ربنا انتظار سلبي،
أو كأننا قاعدين كده وحاطين إيدنا على خدنا ومنتظرينه، لكن إن إحنا منتظرينه الانتظار الإيجابي. والأسيس سامح اتكلم في أول أسبوع في الشهر وقال إن إحنا مستنينه هو، إحنا منتظرينه هو. إحنا مش منتظرين طلبة وشبهها بأكلة ديليفري ولا مستني القطر أو الأوتوبيس، إحنا مستنينه هو، منتظرينه هو. وفي الأسبوع التاني قال إن إحنا عايزين نحفر الوادي جباب جباب، عايزين نطلع كل حجارة، عايزين نهيئ قلوبنا، وخصوصا في سكة الحب، وخصوصا في سكة الغفران، وخصوصا في سكة التصالح، عشان احنا عايزين ننتظره في طرقه، في طرق محبته. والنهاردة انا عايز اتكلم عن انه الانتظار الايجابي ده انتظار مليان ايمان. انا بنتظره بتوقع، انا بنتظره وانا مصدقاه، انا بنتظره بايمان. عشان كده الكتاب بيقول انه منتظروا الرب اللي هينتظروا الانتظار الايجابي اللي هينتظروا بايمان هيلاقوا القوه بتتجدد جواهم. الغلمان الشباب ممكن يعيوا ويتعبوا ويتعثروا في الطريق مع انهم مليانين بالقوه الجسديه، مع انهم شباب في مقتبل العمر، لكن منتظروا الرب سواء شباب اطفال كبار في السن في الثمانينات من عمرهم يجددون قوة، القوة تتجدد ليهم، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ما يتعبوش، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. الانتظار اللي مليان إيمان، الانتظار المليان إيمان. ما نقدرش ننكر إنه في جو من الإحباط بيسود ناس كتير، بيسود المؤمنين والكنيسة، انه بسبب الظروف الغريبة، بسبب الظروف الصعبة، بسبب الحاجة اللي احنا عمرنا ما مرينا بها قبل كده، وناس بتاعية وناس بتموت وناس في المستشفيات وناس بتفقد اشغالها، انه في جو من الاحباط، ناس كتير قلبها من جوه تعبان مكسور. وعشان كده انت لما تبقى محبط غصب عنك الكلام اللي يخرج منك يبقى كلام فيه احباط. انت بتتكلم من فضلة القلب، لو انت محبط كلامك هيبقى فيه احباط. عشان كده بسمع كلام كتير مش عارفين بكره هيبقى ايه، مش عارفين بكره ده هيبقى شكله ايه. في بيقولوا خلاص خلاص مش قادرين نسمع اخبار صعبه بعد كده، مش قادرين نسمع اخبار وحشه بعد كده، مش قادرين نسمع فلان مات وفلان في المستشفى وفلان عيان وفلان مش لاقي شغل، مش قادرين، مش قادرين، تعبانين تعبانين. وما تقدرش تتكلم كلمات مليانة توقع وإيمان غير لما التغيير يحصل هنا من جوه، لما قلبك يحصل فيه النقلة دي اللي تقدر تتكلم كلمات مختلفة، كلمات مليانة إثارة وتوقع وإيمان. عشان كده ده اللي ربنا جاي يعمله معانا في الأيام دي، جاي ينقلنا كأفراد وجاي ينقلنا ككنيسة لأرض مليانة إيمان، لأرض فيها انتظار بإيمان حقيقي ليه، فتتجدد القوة لينا ونرفع أجنحة كالنسور ونركض ولا نتعب ونمشي ولا نعيا. لكن ما أقدرش أنكر إنه الإيمان تحدي، الإيمان تحدي، خصوصا لما بيبقى الواقع صعب، خصوصا لما بيبقى العيان صعب. عشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس 2:5 لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، لأن الكتاب عارف أنه أكبر عدو للإيمان يا جماعة هو العيان مش العقل. في ناس تفتكر أنه عدو الإيمان هو العقل، لا، العقل يقدر يستوعب أنه في إله عظيم قوي وقدير قوي فممكن يعمل أي حاجة. المعجزة مش معضلة بالنسبة للعقل، أنه الرب يجي بحضوره ومجده مش معضلة بالنسبة للعقل. اللي معضل فعلا للإيمان هو العيان، هو العيان اللي شايفينه حوالين نفسنا، اللي شايفينه في أرضنا وبلادنا، اللي شايفينه حاصل في العالم كله. ما اقدرش أنكر إنه الإيمان تحدي. وعشان كده النهاردة عايزة ربنا ياخدنا وكأنه يطلع من جوانا التحديات اللي احنا حسينها في الإيمان اللي تعبنا، وزي ينقلنا فعلا لانتظار إيجابي مليان بالإيمان. الإيمان تحدي. أنا بتخيل كده في يوم الأيام بيقول الكتاب إنه يسوع كان نازل على جبل التجلي
ومعاه بطرس ويعقوب ويوحنا. اول ما نزل مع الجبل جري ناحيه راجل قال له انا ابني في روح شريره، والروح دي مرات بترميه في النار ومرات في الميه. انا طرقت ابواب كتيره قوي، انا كل ما اسمع عن وصفه ولا عن حد اروح له واجري. احنا طرقنا ابواب كتيره قوي والحياه بقت لا تطاق بالنسبه لنا، الحياه صعبه قوي قوي مش عارفين نعيش. وقال له عارف انا طرقت ابواب لاني درجه، لدرجه ان انا جبته لتلاميذك، لتلاميذك انت شخصيا، تلاميذك اللي رايحين وجايين معاك اللي اخرجوا شياطين قبل كده، وحتى تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجه، حتى تلاميذك ما عرفوش يخرجوا الروح الشريره. فجاي يمسك في المسيح ويقول له متفضلك متفضلك ان كنت تستطيع شيء، لو في ايدك حاجه تعملها متفضلك تحنن علينا واعنا، اتحنن علي انا وابني، احنا تعبانين قوي، احنا تعبانين قوي. والراجل ده يتفاجئ يقول المسيح يقول له تحدي صعب قوي، يقول له مش لو كنت انا اقدر لو كنت انت تقدر تصدق، ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. مش معقول، كان الراجل يقول له مش معقول، عايزني اصدق؟ اجيب منين الايمان؟ اطلب مني اي حاجه، لو طلبت مني دموع هتلاقي دموعي غزيره وسخنه، اطلب مني فلوس هبيع اللي قدامي واللي ورايا واجيب الفلوس، اطلب مني اي طلب تاني، لكن ما تطلبش مني اني اصدق بعد كل الابواب اللي انا طرقتها، ما تطلبش مني اني اامن بعد ما جبته حتى لتلاميذك وما قدروش يعملوا حاجه. انا مش عارف اصدق، انا مش قادر. وقال له جمله عجيبه قوي، قال له اؤمن، اؤمن فاعن عدم ايماني. نفسي اصدق، نفسي اصدق بس مش عارف، مش قادر. العيان صعب قوي، الواقع صعب قوي، انا تعبان يا رب. والرب في حنانه تحنن عليه وشفاه. ما اقدرش انكر انه الايمان تحدي كبير. سهل نوعظ عن الايمان وسهل نقرا كتب عن الايمان، لكن لما بنيجي في محكات الايمان الحقيقيه كافراد وككنيسه، لما تيجي في محك ايمان في بيتك ومع مراتك وعيالك، لما تيجي في محك ايمان في شغلك، لما تيجي الكنيسه في محكات ايمان حقيقيه، الايمان مش سهل، الايمان تحدي، الايمان تحدي. فمره يسوع كده راح موضع خلاء، والجموع سمعت ان هو راح موضع خلاء، فجري وراه، ولما شافهم تحنن عليهم وشاف مرضاهم وابتدى يكلمهم بكلمات الحياه. بعدين التلاميذ راحوا له كده وشوشوا وقالوا له الناس دي بقى لها كتير قوي ومش واكله، بتفضلك اصرفهم لالا يخوروا في الطريق، احنا مش عايزينهم يدوخوا ويغمى عليهم، اصرفهم. وهم بقى قالوا خلاص يسوع بقى هيصرفهم واليوم هينتهي على خير وكل حاجه هتبقى ميت فل. بعدين يسوع يقول لهم ايه؟ يقول لهم اعطوهم انتم لياكلوا. انا متهيألي والكتاب ما بيقولش، بس انا اعتقد ساعتها انه بطرس بص ليوحنا وابتسم والتلاميذ بصوا لبعض وضحكوا وضحكوا. اعطوهم انتم لياكلوا. يسوع انت مش شايف عددهم؟ دول 5000 رجل عدا النساء والاطفال. انت عارف احنا معانا قد ايه؟ احنا معانا غدوة طفل، 5 ترغيفة وسمكتين. وقالوا له، قالوا له ما هذا لهؤلاء؟ ما هذا لهؤلاء؟ ياما وقفت وقلت لربنا ما هذا لهؤلاء؟ ياما قلت له انا هجيب منين وهعمل ايه؟ ما هذا لهؤلاء؟ التحدي كبير قوي، التحدي كبير قوي، اللي مطلوب مني اني اصدقه كبير قوي. ما هذا لهؤلاء؟ لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان، لانه العيان صعب، لانه العيان تحدي كبير، لانه العيان محبط. وما اقدرش انا ابقى كده في دينايل واقول انه العيان مش محبط، العيان محبط، اللي احنا بنعيش فيه في الايام ديت محبط ومتعب. وجاي يسوع عشان يتحدانا ان احنا ننتظر الانتظار الايجابي. عارفين بقى من التحديات الكبيره قوي في الكتاب المقدس
اللي شايفاها فعلا تحدي كبير قوي، مهما وعظنا عنها ومهما قريناها ومهما سمعناها. لما الكتاب بيقول انه مريم ومرثا بعتوا ليسوع قالوا له انه لعازر الذي تحبه مريض، ففضل يسوع في المكان اللي هو فيه، ما راحش على طول. وراح بعد ما لعازر اندفن بقاله 4 أيام وانتن. فمرثا اول ما قابلته قالت له حاجه منطقيه قوي، قالت له انت تاخرت، لو كنت هنا كان الوضع اتغير، لو كنت هنا لم يمت اخي، لانك انت بتشفي المرضى، انت بتفتح عينين المولود اعمى، انت قومت ميتين قبل كده، انت لو كنت هنا كان الموضوع اختلف. فيسوع قال لا سيقوم اخوك. بصوا العيان محبط لاني درجه، مرثا ما خطرش على بالها ولا لحظه ولا ثانيه ان هو بيقول لها انه لعازر هيقوم دلوقتي، ما خطرش على بالها. يخطر على بالها ازاي؟ عارفين قالت له ايه؟ ايوه انا عارفه، انا عارفه انه هيقوم في اليوم الاخير، انا متاكده، انا بؤمن انه في قيامه، انا بؤمن انه في حياه ابديه بعد ما تنتهي حياتنا على الارض، انا مصدقه انه لعازر هيقوم في اليوم الاخير. ايوه يسوع اللي انت بتقوله صح. بس هو يقول لها مش هو ده اللي انا بقوله، مش هو ده اللي انا بقوله، انا بقول لك انه هيقوم دلوقتي. ياه عايزني اصدق ان واحد انتن، مش بس مات، مش بس لسه ميت من ساعات، عايزني اصدق ان واحد انتن يقوم دلوقتي. اجيب منين الايمان؟ اجيب منين الايمان؟ وناس كتير بيقولوا لنا انتوا رافعين الشعار، قد اتت الساعه عشان نصرخ ليتمجد يسوع، رافعين الشعار انه نصرخ انه يسوع يتمجد ويجي بمجده، وانه الساعه قد اتت، واحنا اللي شايفينه مش كده خالص، مش كده خالص. نفسنا نصدق يا رب، وكانه الكنيسه والمؤمنين عايزين يقولوا له نفسنا نصدق الشعار المرفوع ده، نفسنا نلاقي عندنا قوه عشان نصرخ ونقول له تعالى بمجدك. مش لاقيينها، محبطين قوي، العيان مالي عنينا، الاخبار اللي طول النهار بنسمعها واللي بتجيلنا على الفيسبوك وفي الواتساب فظيعه، عارفين ودننا مليانه بصوت الاخبار، عينينا مليانه باللي احنا بنقراه على الفيسبوك وعلى الواتساب، ودنا مليانه باللي احنا بنسمعه في التلفزيون، ويقولوا موجه ثانيه وموجه ثالثه. يا رب يا رب، اللي انت طالبه مننا صعب قوي، اللي انت طالبه مننا يسوع يتمجد، اتت الساعه ونصدق انه الساعه جت، وانه فعلا نصرخ يسوع يتمجد، صعب يا رب صعب. وعارفين بقى، واللي بيصعب الايمان اكتر، هقول لكم على حاجتين بتخلي تحدي الايمان كبير قوي، بتصعبه قوي. الحاجه الاولانيه، طول الوقت، طول الوقت، لما الوقت بيطول، ولما الوقت بيطول قوي تلاقي الايمان اتسرب من قلبك، تحاول تلملم كده في الايمان، تحاول تلاقي نفسك كده واقف في حته مليانه ايمان، اتسرب لانه الوقت طول قوي، الوقت طول قوي. عارفين بتخيل يسوع في يوم راح عند بركة بيت حزدة، وكان فيه مفلوج بقاله 38 سنة هناك. فيسوع لما شافه، بصوا ما ابتداش الحديث بالطريقة ديت، يعني ما ابتداش الحديث قال له صباح الخير، انت اسمك ايه؟ واحكي لي انت حاسس بايه دلوقتي؟ يسوع كان عارف انه بقاله 38 سنة، بس ما ابتداش الحديث ده كده بطريقة كده سلسة مع الراجل، ما ابتداش بقى الحديث كده ولا صباح الخير ولا اسمك ايه وقولي حاسس بايه بعد الوقت دوت، خالص خالص. تتصوروا ان واحد بقاله 38 سنة مشلول، بقاله 38 سنة مشلول، ويجي يسوع اول كلمة يقولها له اتريد ان تبرأ؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، 38 سنة انا مشلول، 38 سنة أول كلمة جاي تقولها لي أتريد أن تبرأ؟ أنت فاكر أنا ما حاولتش قبل كده؟
أنا ياما حاولت أرمي نفسي في المية لما الملاك بيجي يحركها، ولا مرة نجحت، عشان ليس لي إنسان تملي بينزل قدامي واحد تاني. اللي أنت بتقوله مش معقول يا يسوع، اللي أنت بتقوله ده تحدي رهيب للإيمان. أنا إزاي أصدق بعد 38 سنة إن أنا ممكن أقوم؟ إزاي أقدر أصدق؟ طول الوقت يا جماعة، طول المدة بيخلي تحدي الإيمان أكبر، بيخليك ما أنتش عارف تصدق. تسمع كلام كبير بيتقال من على المنبر، تشوف شعارات كبيرة محطوطة، وتلاقي نفسك مش قادر، فعلا مش عارف تجيب الإيمان منين، فعلا مش عارفة تصدقي إزاي. هتضحكي على نفسك لو قلتي كلمات فيها إيمان، لو قلتي كلمات كده هللويا وأمين، هتضحك على نفسك. أنت من جواك محبط، أنت من جواك مش قادر. عارفين كانت إيه مشكلة زكريا؟ كانت مشكلة زكريا طول الوقت، مشكلة زكريا كانت طول الوقت. تخيلوا لما الملاك جاله وقالوا أن طلبتك قد سمعت لدى الله، غالبا زكريا كان نفسه يسأله أنت أني طلبة اللي بتتكلم عليها. بعدين لما قاله أنه اليصابات هتحمل، قال له أنت قصدك على الطلبة ديت؟ أنت معقول قصدك على الطلبة دي؟ ياه ده أنا واليصابات صليناها كتير، بس وإحنا شباب وإحنا صغيرين، ده من زمان قوي قوي قوي. الراجل مش عارف يصدق، كاهن مش عارف يصدق، نبي مش عارف يصدق، مع انه اللي جاله ملاك، ده اللي جاله حاجة فوق الطبيعية، سوبر ناتشورال. ده ظهر قدامه ملاك وقال له انا جبرائيل الواقف امام الله، وانا جيت علشان اخبرك بالامر دهوت. يا زكريا صدق. مش عارف، الوقت طويل قوي، الوقت طويل قوي، مش عارف، مش قادر. عارفين مين عملت زيه بصورة تانية؟ المرأة الشلامية لما قاليش على رجل الله، قال لها انت في زمن الحياة ده هيبقى معك طفل. هي بتتكلم رجل الله، بتتكلم النبي قاليش. عارفين لما قال لها انت زي الوقت ده هيبقى معك طفل، عارفين قالت له ايه؟ قالت له لا تكذب على أمتك، متفضلك أرجوك أبوس إيدك، ما تكذبش. حبيبتي أنت بتكلمي نبي، أنت بتكلمي رجل الله. تقول لو قال لي الكلام ده من 20 سنة كنت هصدقه وهقول له أمين. أنا النهاردة ما أقدرش أقول له أمين، النهاردة ما أقدرش أصدقه. في ناس بيقولوا لنا نبوس ايديكم كفاياكم كلام كبير من على المنابر. السنه دي في بدايه السنه جت بوست كده بيهرجوا فيها كده وبيضحكوا فيها على حاجات بقولها. واحد بيقول لواحده وكانه بيقول لي ارجوكي اوعك تقولي تاني سنه التعويضات، اوعك تقولي سنه التعويضات. انا في واحده صاحبتي بعتت لي وقالت لي نورا السنه الميمونه دي اللي احنا عايشين فيها قولي لي امتى هتخلص، لكن تقول بقى تعويضات ومش تعويضات ما تقولش الكلام ده. في عمالين يقولوا يا ما قلته، مش بس احنا اللي بنقول، ناس كتير من اولاد ربنا ورجال الله قالين تقولوا زمن الافتقاد وزمن النهضه ويسوع اتت الساعه ويتمجد يسوع. قلته كتير وصلينا كتير ورنمنا كتير، قلته كتير قوي قوي. عارفين هقول لكم على حاجة، عارفين انا بصلي للنهضة في مصر ولزمن الافتقاد من امتى؟ انا بصلي من وانا طالبة في كلية الطب، من وانا في تانية طب كده، في اولى طب. اجتماعات كنا بنعملها عشان طلب الرب للنهضة والافتقاد، وبجيها بانتظام. انا النهاردة اتحلت على المعاش، يعني كنت ساعتها طالبة في كلية الطب وانا النهاردة اتحلت على المعاش. لكن بصوا ما بين قوسين لازم اقول، مرات بخور اكيد، بس انا وناس كتير مصدقين بكل قلبنا ان هو جاي، مصدقين بكل قلبنا زمن الافتقاد وزمن النهضة، مصدقين. لكن في نفس الوقت ما اقدرش انكر انه طول الوقت اكيد محبط، وانه طول الوقت اكيد بيسرب الايمان. عشان كده بعد شويه صغيره هتكلم هو ازاي ينفع يبقى تملي القوه متجدده والايمان متجدد في حياتنا. اللي بيصعب الايمان
هو تحدي طول الوقت طول الوقت. لكن كمان اللي بيصعبه وبيخليه تحدي حقيقي عشان يبقى حقيقي، لان نفسي كل اللي في قلبنا كده يخرج وما تحسش نفسك كانك لوحدك وكانك غريب، لا. كمان اللي بيصعبه حجم الكلام اللي ربنا بيقوله، حجم كبير، الحجم كبير قوي قوي. يعني عارفين لو ربنا مثلا قال لنا انتوا هتشوفوا في مصر الاف هيرجعوا لي والاف هيعرفوني، عارفين الكنيسه هتهتف تقول له امين هللويا، ونقول بقى هنعمل نهضات اكتر وايام افتقاد اكتر ونزود الايام بتاعت ايام الحصاد اكتر، امين يا رب امين، الاف يرجعوا لك، الاف يعرفوك يا رب، هنعمل برامج في التلفزيون يا رب، هنملى السوشيال ميديا باعلانات عنك، امين امين امين. بس هو ما بيقولش كده. هو بيقول انتوا هتشوفوا ولاده امه، انتوا هتشوفوا امه هتتولد من جديد، انتوا هتشوفوا تاريخ هيتغير، انتم هتشوفوا ملايين رجعالي من كل خلفيه دينيه، انتوا هتشوفوا سمك من كل نوع عمال يجي في شبكه النعمه. واو واو، يا ريتك قلت لنا الاف، بس انت بتقول لنا ولاده امه، انت بتقول لنا ملايين. صعبتها علينا، صعبتها علينا بالذات واحنا في زمن الكورونا دي، صعبتها علينا واحنا في الزمن اللي احنا شايفينه ده، فصعبتها علينا قوي. عارفين لو حد داخل يعمل عمليه وهو وعدنا انا حامله اوضه العمليات بحضوري، انا همسك ايد الجراح وهو بيعمل العمليه، هنقول له ايوه يا رب امين امين. انا ياما طلبت منه، لان انا دكتور التخدير، ياما طلبت منه املا اوضه العمليات بحضورك انت رب فعلا اللي تلمس العيان، هنقول امين امين، ايوه يا رب المس العيان، انت اللي تمد ايدك لمشرط الجراح، انت اللي تملا اوضه العمليات بحضورك، امين يا رب. بس هو ما بيقولش كده، بيقول ايوه انا هملا اوضه العمليات بحضوري وانا اللي همسك ايد الجراح، بس بيقول انتوا كمان هتشوفوا اللي حصل في الكتاب المقدس، انتوا هتشوفوا العرج يمشون والعمي يبصرون والموتى يقومون. يا رب بتصعبها بتصعبها، خصوصا انه الايام ديت عائلات كتير صلت لناس على الفنتليتر وماتت، انت بتقول هيقوموا، احنا عمالين نشوفهم بيموتوا وانت عمال تقول انهم هيقوموا. اللي بتقوله كبير يا رب، اللي بتقوله كبير قوي قوي قوي. بس بصوا عايز اقول لكم على حاجه، لو اللي هو بيقوله احنا نعرف نعمله نبقى مش محتاجين للايمان، نبقى مش محتاجين للايمان. اللي هو بيقوله محدش يعرف يعمله غيره، اللي هو بيقوله مفيش حد في الوجود يعرف يعمله غيره، عشان كده احنا محتاجين للانتظار المليان ايمان، وعشان كده احنا بنقول له احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت، احنا طالبينك انت، احنا رب دورنا قليل قوي، دورنا ان احنا نطلبك، والدور الالهي هو الدور الكبير قوي، هو الدور الكبير قوي. عارفين عمال يقول ايه؟ عمال يقول صلوا عشان هتشوفوا بعمل معجزة الحب ومعجزة الوحدة والأسوار ما بين الطوائف، أنا هعمل المعجزة دي وأنا هوقعها. عارفين لما تسمع ربنا بيقول كده وتلاقي إنه اللي حاصل ناس بتتكلم على بعض وناس بتزم في بعض والتعصب مالي الدنيا، وتقول له يا رب دي الحواجز دي بقالها قرون، يبقى لها سنة ولا اتنين ولا عشرة، دي الحواجز اللي ما بين الطوائف بقالها قرون. اللي بيقوله كبير قوي، اللي بيقوله كبير قوي قوي، اللي بيقوله أتت الساعة، اللي بيقوله ده أتت الساعة، وصرخه مجد يسوع، وده بيزود تحدي الإيمان. الإيمان تحدي مقدرش أنكر، واللي بيصعب الإيمان طول الوقت بيسرسب الإيمان من قلوبنا، وحجم اللي ربنا بيقوله بيخلي الموضوع أصعب وأصعب.
طب أجيب منين الإيمان؟ أجيب منين الإيمان؟ إزاي أقدر أنتظر الانتظار الإيجابي اللي مليان إيمان؟ إزاي فعلا تتجدد قوتي وأرقد ولا أتعب وأمشي ولا أعيا؟ إزاي أقدر استنى 40 سنة ويفضل جوايا إيمان؟ إزاي تفضل ليا أجنحة كالنسور والكنيسة يبقى ليها أجنحة كالنسور، ترقد ولا تتعب، تمشي ولا تعيا؟ هقول لك حاجتين، زي ما قلت حاجتين بيحبطوا الإيمان، هقول لك حاجتين يخلي الإيمان يرجع يولع في قلبك ويخليك تقدر تنتظره بإيمان وتنتظره الانتظار الإيجابي. الحاجة الأولانية إنك تشوفه، إنك تشوفه، مش إنك تسمع عنه ولا تسمع ولا تقرأ عنه ولا تحضر وعظات عنه، إنك تيجي كده، نيجي كأفراد ونيجي ككنيسة وإحنا بنقول له أرينا مجدك، ورينا أنت مين، ورينا أنت مين، خلينا نعرفك على حقيقتك، خلينا نرى عظمتك، خلينا نرى قدرتك، خلينا نرى إنه مجدك يملأ الأرض كلها، خلينا نرى إنك أنت الجالس على كرة الأرض، خلينا نرى إنك أنت الخبز النازل من السماء المعطي حياة للعالم، خلينا نرى أنك أنت المية الحية، كل من يشرب منها لا يعطش واللي بيأكل منك لا يجوع، خلينا نرى أنك أنت الباب اللي هيدخل حياة جدمرة، خلينا نراك، خلينا نشوفك. العيان صعب يا رب، العيان صعب، العيان تحدي كبير، واللي هيخلي الإيمان يرجع يولع في قلوبنا إن إحنا نشوفك، إن إحنا نراك يا رب، إنك تتراءى لينا. عشان كده من كام اسبوع في حياه بولس اما كنت بتكلم ان بولس صلى لكنيسه افسس ان هم يمتلئوا بروح الحكمه والاعلان في معرفته، انه باستمرار يعلن لك الروح القدس مين هو الاله اللي انت بتعبده، انه باستمرار ككنيسه اعلان مجده، اعلان سلطانه، اعلان عظمته يملانا، يملانا. عمرك فكرت ليه لما ربنا جاء عند خيمة إبراهيم وقال له إنه سارة نحو زمان الحياة هيبقى معها طفل، بيقول الكتاب إنه سارة ضحكت؟ عمرك فكرت هو ليه إبراهيم ما ضحكش؟ ليه سارة ضحكت في اللحظة دي في الوقت ده وإبراهيم ما ضحكش؟ مع إنه هو اللي استقبل الرسالة، مع إنه هو اللي استقبل كلام ربنا. عارفين كان إيه الفرق ما بين سارة وإبراهيم؟ ليه سارة ضحكت وليه إبراهيم ما ضحكش؟ عشان إبراهيم شايف، عشان إبراهيم معلن لي من هو ربنا، عشان هو اللي تراءى لي وقال له يا إبراهيم أنا الله القدير، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. عشان كده قال له هو لماذا ضحكت سارة، هل يستحيل على الرب شيء يا إبراهيم؟ ما انت شفت يا إبراهيم، ما انت استقبلت الإعلان، ما انت عارف أنا مين، هل يستحيل على الرب شيء؟ مش كده إبراهيم، أنا بحب قوي بفضل أقولها كتير، إبراهيم مصدق قدرة ربنا، مصدق ربنا من كتر ما شاف القدرة، إنه في عبرانيين بيقول إنه لو كان قدم إسحاق هو مصدق إنه ربنا قادر على الإقامة من الأموات أيضا. سارة بتضحك مش قادرة تصدق إنها هتبقى عندها بيبي، وإبراهيم مصدق إنه كمان لو الطفل ده مات والرب سمح ان هو يموت هيقومه تاني، هيقوم الذي قبل فيه المواعيد. منين الايمان ده يا ابراهيم؟ مش معنى انت عندك ايمان كده، شفته، شفته، ولا وعظات ولا قرايه كتب ولا فرج على حاجات تخليك مليان بالادراك هو مين فمليان بالايمان. لازم تيجي قدامه، لازم تيجي قدامه وتقول له اعلن لي عن نفسك، وريني انت مين، عايزة اشوفك، فقلبي يغمر بالايمان، لاني هشوفه كبير قوي قوي قوي، كبير من الكورونا، وكبير من اللي بيموت، اكبر من اللي بيموتوا، وكبير من اللي حاصل في العيان، كبير قوي قوي قوي، كبير قوي 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 قوي. عارفين اللي خلى ايوب يتنقل من شخص متلخبط
ومليان تساؤلات وعمال يسأل نفسه وانا عملت ايه علشان اصاب بكل ده. اللي عمل النقلة دي اللي عمل الشفت ده في حياته لما شافه وقال له انا بسمع الاذن قد سمعت عنك الان رأتك عيني. انا دلوقتي شفتك. انا كنت بتكلم بكلام عجيب يا رب. قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. وده اللي جاي ينقل بيه قلب الكنيسة. وده اللي جاي ينقل بيه قلبك. انك ترى الاله العظيم. انك ترى الاله القدير. فتقف مع ايوب وتقول له قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مصدقين انه الساعة جت ونحن لما هنصرخ مجد يسوع سنرى مجده. يسوع جاي لمصر. يسوع جاي للكنيسة. يا رب نصدق واحنا بنشوف عظمتك وقدرتك. عشان كده كنت بقول في اجتماع يوم الاثنين لما التلاميذ راحوا للمسيح بطلبة هم حاسين بقى انهم بيطلبوا طلبة عميقة كده وطلبة شرعية وجميلة. عارفين راحوا قالوا له ايه؟ راحوا قالوا له يا رب زد ايماننا. زود لنا الايمان. احنا عايزين ايماننا يكبر. احنا عايزين ايماننا يقوى. لقوا المسيح بيقول لهم حاجة غريبة جدا. بيقول لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة الخردل هتقولوا للجبل ينتقل وينطرح في البحر ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. لو عندكم ايمان قد كده قد حبة الخردل اصغر جميع الحبوب هتقولوا للجبل انتقل وانطرح في البحر وهيطيعكم. وكأنه عايز يقول لهم الموضوع مش حجم الإيمان. الموضوع حجم الإله اللي انت مصدق فيه. انت مصدق في إله عظيم قد ايه؟ شايفه قد ايه؟ شايفه كبير قد ايه؟ لو عندك إيمان صغير في إله كبير ترى المستحيل. لو عندك إيمان صغير في إله عظيم تري ما لم يخطر ليك على بال. ما لم يخطر ليك على بال. عارفين الأسيس بونكا هو أسيس ألماني وجالنا مصر من 25 سنة. لما ربنا دعاه لأفريقيا وصدق اللي ربنا هيعمله في أفريقيا لأن ربنا أعلن له نفسه. ربنا وراله هو بيغسل قارة أفريقيا بدمه. شاف أفريقيا مغسولة بدم يسوع. شاف الإعلان ده إنه دم يسوع يغطي أفريقيا بحالها. فراح يخدم في أفريقيا وهو مصدق إنه سيرى عجب لأنه شايف الإله اللي دمه يغطي أفريقيا بحالها اللي يغطي قارة بحالها. وراح كان أسيس الكنيسة هناك وفي مرة دعي في بلد تانية عشان يعمل نهضة لمدة 3 أيام. فلما راح أول يوم في النهضة وقعد على المنبر وجنبه واحد من الخدام لفت نظره إنه الكنيسة كل اللي فيها ناس كبار في السن اللي فيها كله شعره أبيض. فميل على الخادم اللي جنبه وسأله قال له هما فين الشباب اللي في الكنيسة هنا؟ قال له انا حوديك عند الشباب بعد ما الاجتماع يخلص. بعد ما الاجتماع خلص اخده ولقاه راح عند مبنى كبير مكتوب عليه ديسكو. قال له الشباب هنا. قال له انا ما اقدرش ادخل الديسكو. انا اسيس مؤمن ما اقدرش ادخل الديسكو. لف العربية وخلينا نمشي. لما جاي لف العربية لقى الروح القدس بيقول له انا عايزك تشوف تبص على الشباب اللي في الديسكو دوت. فقال للخادم ده خلينا نرجع تاني. وقف على باب الديسكو لقى شباب عمال يسكر ويضحك ويرقص ومهيز. ابتدى الروح القدس كأنه اكس راي اشعة عمالة تريد القلب مال يقول له قلوبهم فاضية. قلوبهم مليانة فراغ. فاقدين المعنى. بيقول قلبي وجعني قوي. تاني يوم بعد الخدمة قال للخادم ده لو ممكن توديني الديسكو. وراح الديسكو استنى انتظر لما كان فاضل 5 دقايق وخلاص الموسيقى هتقف والديسكو يقفل. فأول ما الموسيقى وقفت دخل وقال للشباب بصوا أنا أسيس ألماني أصلا وموجود في أفريقيا وعايز عندي رسالة بس عايز أقولها لكم لمدة 5 دقايق لو ممكن تنتظروا. فالشباب بقى ما فيش كراسي ولا حاجة قعدوا كده على الأرض وابتدى بونكا يتكلم بكلمة الرب ودموع بيقول الأرض اتغرقت. ولما قدم الدعوة مين يسلم حياته للمسيح تقريبا كل الديسكو سلم حياته للمسيح. السنة اللي بعدها دعوه في النهضة في البلد دي تاني
ولما راح النهضة الخادم اللي كان معاه السنة اللي فاتت قال له بعد الاجتماع أنا في مشوار عايز أخدك فيه، فأخده للمكان بتاع الديسكو. وبونكا بس لقى المبنى بتاع الديسكو تشال من عليه كلمة ديسكو وعليه صليب كبير. ليه صليب كبير؟ راح دخل. قالوا له بعد ما كنت انت هنا بشهرين الحكومة قفلت الديسكو ده لأنه عليها مخالفات كتير، ولأن احنا كذا حد اللي مش دخل في الديسكو سلمنا حياتنا للمسيح في الخدمة بتاعتك، فاحنا قلنا احنا عايزين الديسكو ده يبقى كنيسة للشباب، ودعينا قسيس وقلنا له عايزين تبقى عايزينك تبقى القسيس بتاع الشباب. فواحد يقول له قسيس بونكا انا اللي كنت مسؤول عن الإضاءة في الديسكو وانا عرفت المسيح، التاني يقول له انا اللي كنت مسؤول عن الساوند سيستم، واحنا النهاردة الكنيسة دي كنيسة شباب. هو ازاي تقدر تصدق يا بونكا انك تروح ديسكو وانه الشباب يسلموا حياتهم للمسيح وتقدم الرسالة في الديسكو وديسكو ده بعد كده يتحول يبقى كنيسة؟ شفتوا هو يعمل اي حاجة، هو يحاول الديسكو يبقى كنيسة، هو يخلي شباب ضايع ما يعرفش يمينه من شماله يبقوا قديسين في المسيح يسوع. انا شفته وانا شفت افريقيا هو بيغسلها بدمه، هو يقدر يعمل اي حاجة. الحاجة اللي تخلي الايمان يرجع يولع في قلبك مهما كان العيان، اللي يخليك تقدر تنتظر الانتظار الايجابي اللي مليان ايمان، انك باستمرار تراه وباستمرار تبقى مصر انا عايز اشوفك انا عايز اشوفك. بس الحاجة التانية اللي تخلي الايمان يولع في قلبك وتفوت سنين وسنين وسنين وانت مستني ومنتظر ومنتظره، انك سامعه انك بتسمع هو بيقول ايه. احنا جماعة مش بنصدق اللي على مزاجنا، مش بنصدق امنياتنا، احنا بنصدق اللي هو بيقوله، لانه الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله. اللي هو بيقوله هو ده اللي بنصدقه لانه هو اللي هيعمله، مش بنصدق احلامنا الشخصية. أليشع انت منين جبت الايمان لما كان في مجاعة وكانت راس الحمار بتتباع بـ80 من الفضة، وقلت انه بكرة المجاعة هتتفك وهتبقى كيلة الدقيق بشاكل، وحصل كده والرب أرعد الأعداء وأخذوا الغنيمة. انت منين جبت الإيمان ده يا إليشع؟ هيقولنا هو قال لي إيليا انت ازاي بعد 3 سنين و6 شهور ما كانش فيها مطر، انت ازاي بتقول انه المطر جاي، وازاي عمال تصلي وتصلي وتصلي ومستني والدرجة بعد كده تقول لأخاب بيروح عشان مش هتقدر تروح من كتر المطر؟ انت منين يا إيليا جبت الإيمان دوت؟ هو قال لي أنا حورس المطر. يا تلاميذ انتوا ازاي قاعدين 10 أيام في العلية عمالين تصلوا ويوم ورا التاني يفوتوا وانتوا عمالين تصلوا؟ هو قال لنا استنوا أنا حورس الموعد الآب. هو اللي قال. بولس انت ازاي قادر تقف وسط سفينة انقطع كل رجاء في نجاتها ورموا الاساس؟ انت ازاي قادر تقول انه السفينة دي هتوصل لبر الامان؟ هو قال لي انت هتشهد ليه قدام قيصر وقد وهبك الله جميع المسافرين معاك. هو قال لي ويسوع قال لنا، مش احنا بس في قصر دبارة، تقال لي ناس كتير وناس كتير برا مصر وناس في الصين وناس في أمريكا وناس في أوروبا، إنه أتت الساعة لمصر، إنه أتت الساعة عشان الكنيسة تصرخ وتقول له مجد يسوع. هو اللي قال أنا جايب مجدي في الأرض ديت، إنه هيجي ناس من كل العالم يشوفوا اللي أنا عامله في مصر، الناس هتيجي تشوف اللي أنا عامله في مصر، هتشوفوا سماء مصر هيحصل فيها أمور عجيبة. هو اللي بيقول. إحنا مش بنألف، مش إحنا لوحدنا اللي بنقول، إحنا بنمتحن اللي إحنا سامعينه مع ناس تانية كتير سامعينه. لما في مؤتمر صوت واحد وقف القسيس سامح وقال نحن مقبلين على أعظم نهضة عرفها التاريخ، هو مش بيقول كلام حماسي خلي الشباب هي ويسقفوا،
هو بيقول اللي الروح القدس بيقوله، هو بيقول اللي الروح القدس بيقوله. وجاي الروح القدس يهزنا ككنيسة ويهزنا كأفراد، ارجعوا اقفوا وانتظروني بإيمان واصرخوا قد أتت الساعة مجد يسوع، ارجعوا تاني صدقوا، ما تخلوش العيان يغلبكم، ما تخلوش اللي عينيكم شايفاه يغلبكم، لاني انا جاي ليكم، انا جاي للكنيسة وانا جاي لمصر. هو اللي بيقول الايام ديت عمال يقول مكنوا المحبة، مكنوا المحبة، انا جاي اشفي قلوب اتجرحت في وسطيكم ولم العيلة تاني، والموجات ديت اللي انا بعملها هتكبر هتكبر هتكبر، موجات من الحب، موجات من الحب، وموجات من الحب. وعشان كده القسيس لما قال في الوعظة بتاعت اول الشهر، هو قال انتظروني في طريق احكامي، وطريق احكامه هو الحب، هو الحب، واحنا منتظرينه في طريق احكامه، بنغفر ونسامح ونعتذر. هو اللي بيقول، هو اللي بيقول استنوني في الحته ديت، استنوني في الحته ديت، استنوني في سكه الحب، حاجلكم حاجلكم. في حكايه بتفرق معايا قوي، مره حكيتها، حكايه مشهوره في الكنيسه الارثوذكسيه، هقول لكم بس لما حكيتها في شخص بعت لي، اشكر ربنا انه واحد يمكن متعصب للكنيسه الانجليزيه، وقال لي انت ازاي تحكي قصص بالكنيسه الارثوذكسيه على المنبر. فقلت لهم انا هحكي وهحكي وهحكي عشان تخيلوا ان احنا بنصلي لوحده الحب والمعجزه الحب، بعدين نقول لا ما نحكيش قصه من الكنيسه الارثوذكسيه، وهي كنيسه غنيه جدا غنيه جدا، والايمان فضل مضرم فيها على طول، والمعجزات فضلت فيها على طول. تخيلوا ان احنا نكون بنوعظ وبنصلي لمعجزه الحب، ويا رب وحدنا بالحب، وبعدين نقول لا لا ما نحكيش قصه من الكنيسه الارثوذكسيه، ده احنا نحكي من الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه والانجيليه، وهنقول لكل كنيسه بنحبك بنموت فيكي، لانه ده يسوع، لانه ده يسوع، لانه ده يسوع. هو عمال يقول مكنوا المحبه، انتظروني في طريق احكامي، في طريق الحب هتلاقوني. ايه القصه بقى؟ قصه معروفه قوي، اكيد في ناس منكم سمعوها قبل كده. فمره في دير يسوع ظهر لراهب وقال له انا بكره الساعه 6 حاجه قابلكم. الراهب طبعا كان قلبه هيقف من الفرحه، وجري بسرعه لكل الرهبان وفي الاديره اللي حواليه، يسوع جاي الساعه 6، يسوع جاي الساعه 6. فبقى قبل الساعه 6 ابتدى كل راهب بسرعه يجري 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 عايز يلحق، واللي عايز يقعد في اول صف، يسوع جاي يسوع جاي. وفي راهب وهو بيجري لقى راجل عجوز قاعد على الطريق، وقال له ممكن تشيلني، انا مش بقدر امشي خالص، ممكن تشيلني وتاخدني معاك؟ فالراهب قال له انا متاسف، ده انا لازم اشيلك وانت راجل كبير، انت هتعطلني، انت عارف انا رايح فين؟ انا رايح اشوف يسوع، انا ما اقدرش اتعطل. بعدين راهب تاني هو بيجري قال له نفس الحاجه، فالراهب اعتذر قال له فعلا فعلا يا ابويا انا متاسف، انا متاسف، بس انا ما اقدرش افوت ميعاد زي كده، انا رايح اشوف يسوع. بعدين في راهب تالت قال له انا هشيلك حتى لو خطواتي هتبقى ابطا، حتى لو مش عارف انا هلحق ولا مش هلحق، بس انا هحملك وهمشي بيك. والراهب ده اكتشف، هو اسمه الانبا بشوي، اكتشف انه اللي حمله ده كان يسوع، ويسوع قال له لانك حملتني يا بشوي جسدك لن يرى فسادا، جسدك مش هتحلل. ولغايه النهارده جسد الانبا بشوي ما تحللش، لانه في سكه الحب قابل يسوع. الرهبان راحوا يستنوه في سكه تانية، راح يستنوه في سكه مش عارفه اسميها ايه، مش عايزه اسميها باسامي، راح يستنوه في سكه تانية ما قابلهوش. واللي استناه في سكه الحب حتى لو هيتنازل، حتى لو هيضحي، حتى لو هيتضع، لاستناه في سكة الحب هو اللي قبله. هو عمال يقول لنا في الأيام دي مكنوا الحب، مكنوا الحب، في السكة دي حاجلكم، في السكة دي هتلاقوني. عايز أختم وأقول، عارف تعرف منين أنت الإيمان ولع في قلبك ولا لأ؟ تعرفي منين أنه الكنيسة دي كنيسة ممتلئة بالإيمان ولا لأ؟
لما تلاقي نفسك بتصلي بتصلي بتصلي، ولما تلاقي الكنيسة بتصلي بتصلي بتصلي، لأنه أقوى تعبير عن الإيمان الصلاة. لأنه في الصلاة أنا بقول له إحنا ما نعرفش نعمل حاجة، إحنا مش في إيدنا نعمل حاجة، أنت اللي بتعمل كل حاجة، إحنا طالبينك، إحنا عايزينك. فلو أنا عارفة كده هعمل إيه غير إني أصلي؟ لو أنا عارفة إن أنا محتاجة أناجي عليه وأقول له تعالى يا يسوع إحنا منتظرينك، إحنا عايزينك أنت، ومش عايزينك زي ما الأسيس بيقول مسافر يميل ليبيت، إحنا عايزين نهيئ الطريق ليك عشان تسكن تسكن تقيم في وسطينا، إحنا طالبينك وعايزينك. هتلاقي الكنيسة اللي مليانة إيمان مولعة في الصلاة، هتلاقي حياتك وهي فيها إيمان مخدعك مولع بالصلاة. مش ممكن تبقى مصدق إنه هو جاي وما تطلبوش، مش ممكن تبقى مصدق إنه أتت الساعة وما تصرخش مجد يسوع، مش ممكن مش ممكن. لو مصدق هتصرخ، لو مصدقة هتصرخي، لو مصدق هتصلي تقول له عايزينك، احنا دي طلبتنا، احنا عايزينك، احنا طالبينك. أمين تعال أيها الرب يسوع. احنا مش طالبين عطايا، لا 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 لا، عطايا ايه ده عطايا دي حاجة صغيرة قوي يا جماعة. احنا عايزينه هو، احنا عايزينه هو، عايزينه هو بمجده. الكنيسة عايزة يسوع، مصر محتاجة ليسوع، مصر محتاجة ليسوع، مصر محتاجة ليسوع. هو ده احتياج مصر، هو ده احتياج مصر. وبيدور على كنيسة وعلى قلوب مصدقة وتقول له يا رب تعالى لمصر، وتقول له يا رب تعالى للكنيسة، تعالى يا رب بمجدك، تعالى بعظمتك، اسكن في وسطنا، اسكن في وسطنا. أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هتلاقي القوة بتتجدد جواك، قوة بتتجدد جواك. مرات بسأل نفسي والناس اللي كلنا كنا بنصلي من واحنا صغيرين في كلية الطب، ازاي قدرنا نستنى السنين دي كلها، والنهاردة احنا واقفين على طراطيف صوابعنا بنراقبه كالمراقبين الصبح. اقول هو اللي فضل يورينا نفسه، هو اللي فضل يسمعنا صوته عشان الايمان يتجدد في قلبنا وما يتسربش من حياتنا. امين. ممكن فريق التسبيح يجي معنا، ممكن تغمض عينيك قدام ربنا، غمضي عينيك قدامه. اقول له انا بعترف لك، انا بعترف لك بالتقل اللي جوايا، وبعترف لك بالاحباط اللي جوايا يا رب، بس انا جاي عايز اشوفك، انا جاي اقول لك من فضلك اعلن لي عن نفسك يا رب بالروح القدس، وريني انت مين يا رب، وريني انت مين، عشان ارجع افضل اصدقك تاني يا رب. سمعني صوتك، عايز اسمعك يا رب، عايز اسمعك وانت بتتكلم من على المنبر، عايز اسمعك وقلبي يلقط اللي انت بتقوله، وانت بتتكلم في خلوتي اسمعك وقلبي يتجاوب مع اللي انت بتقوله يا رب. قوله عايز اشوفك، عايز اشوفك يا رب. لو فعلا طلبة دي في قلبك، لو طلبة دي في قلبك وقف واحنا بنقول انا طلبي اني اشوف المجد، لو فعلا في قلبك بتقوله انا عايز ارجع اشوفك تاني، انا عايز الايمان يولع في قلبي وقلب اخواتي وقلب الكنيسة تاني يا رب، قول له انا طلبي اني اشوف المجد، ورينا انت مين، ورينا انت مين يا رب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي، املاها لهيب. I'm not sure if I'm
بنعيش لما بنشوفك، قلوبنا بتولع لما بنراك، لما بنسمع صوتك. أغلى صوت يا رب عندنا، أغلى صوت عندنا. احنا عايزين نسمعك على طول ونشوفك على طول يا رب. رؤيتك بتحيينا، صوتك بيخلي الحياة تدب جوانا يا رب. احنا جايين نرفع عينينا من على كل عيان، وجايين نبص عليك يا رب ونقول لك احنا طالبينك، احنا طالبينك. كنيسة يا رب تقول لك عايزاك، عايزاك يا رب، عايزاك. احنا عايزينك يا رب. ياما طلبنا عطاياك، ياما طلبنا انه ايدك اللي تبقى موجودة في وسطينا. احنا عايزينك انت يا رب، عايزينك انت. عشان كده اقول له يسوع ليك وحدك العبادة، يسوع ليك وحدك القيادة يا رب. يا رب كنيسة بتعبدك، كنيسة طلبك من كل قلبها، كنيسة عارفة انه وقت لطلب الرب، كنيسة جاية تطلبك من كل قلبها وبتقول لك يا رب احنا مسبيين فيك، ليك وحدك العبادة، عينينا عليك انت وحدك، صرختنا ليك انت وحدك، قلوبنا متعلقة بيك انت وحدك يا رب. انا مسبي فيك، طيب في حب اللي فداني، أنا شوقي ليك، أنا قلبي ملك اللي اشتراني. خبيني فيك، ده مكاني فيك، هو أماني وراحتي فيك. ياللي انت فيك تموت عشاني، ترني
واحنا بنختم قبل التناول احنا عايزين ننادي عليه نقول له مستنيينك، احنا مستنيينك يا رب في طريق احكامك، احنا منتظرينك، احنا مصدقين انه قد اتت الساعه. عشان كده بنصرخ ايها الاب مجد يسوع، عايزين يسوع ممجد في وسط الكنيسه، عايزين يسوع يملا ارض مصر وشوارع مصر. عشان كده هننادي عليه ونقول له امين، تعال يا حبيبنا تعال. احنا مش بنصلي للمجيء التاني، احنا بنصلي لدلوقتي، لدلوقتي بشوق وحنين يا رب، بشوق وحنين. قلوبنا مليانه بالشوق، مليانه بالحنين انك تيجي تسكن في وسطنا، تسكن وتقيم في وسطنا يا رب. هللويا. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وغنى استمع شخصي ومنتظر وشوف العالم. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وغنى استمع شخصي ومنتظر وشوف العالم.
هللويا. يا رب مصدقين النهار قرب قوي، النهار قرب قوي وتناهى الليل. يا رب نعلن إيماننا أنه قد أتت الساعة، عشان كده الصراخ يزداد في قلوبنا مجد يسوع مجد يسوع. عشان كده عايزين نتحد بالدكتور عصام وهو بيعلن الإعلان ده، إعلان إيمان مش بس للكنيسة هنا، لكن نتحد بالكنيسة في كل أرض مصر ونقول له يا رب مصدقين أنه النهار خلاص قرب، مصدقين سامعين صوت أقدامك طالبينك بكل قلبنا، ومصدقين يا رب أنه قد أتت الساعة. منرحب بيك وبزيارتك وبإقامتك، منرحب بيك وبعملك وبحضورك البهي، برحب بيك وانت جاي مع ملائكة كثيرين لتدينا كل الوعود اللي انتظرتها وندينا كل اللي في قلبك لينا وللبلد دي. برحب بيك وانت بتوقع كل أسوار فصلت بيننا وبين إخواتنا. برحب بيك وإحنا بنستقبل مجد جديد جاي لنا يفرح قلبنا، ونبص الملايين راجعة ونقول من ولد لي هؤلاء، وأنا كنت عاقر وعقيم ومنفية. يا رب نرحب بيك، نسك بترحب بيك وانت بتسكن في وسطها، ومن الليل اللي بينتهي وبالنهار اللي بيأتي بنرحب بزيارة وبإقامة رب المجد في وسطنا. نغتني بحضورك ونفرح ونهتف للعريس الملك الموجود في وسطنا بكل قلوبنا. ليك كل المجد. هاللويا. اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله واعرف قلبي. اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله واعرف أفكاري.
شيئا في الأرض. Amen.
أحبك أتبعك خلينا نقول ترنيمة كده جميلة بتقول أنا جاي بفرح يملأ أيامنا ويملأ أيام كل الكنيسة في اسم يسوع. وإحنا بنقول الترنيمة كده دي أنا بصلي أن ربنا يملأ قلوبنا بالإيمان، وإحنا بنصلي أنه الفرح يرجع مرة تانية بدل الحزن، يدي جمال عوضا عن الرماد. أنا جاي بفرح يملأ أيامي. لو تقدر تقف كده صلي بالكلمات دي. أنا جاي أنادي ضحك القلب يبتدي، أنا عايز أكون نور النهار واملا لياليك أغاني وروحك يتنسي. أنا جاي بالفرح يملا أيامي، أنا جاي أنادي ضحك القلب يبتدي، أنا عايز أكون نور النهار واملا لياليك أغاني وروحك يتنسي. نشكرك انك تيجي على كل حد متعب وتريحه في اسم يسوع. يا رب انت مريح التعابة، انت تيجي لكل قلب قلقان وتيجي لكل جسد مريض وتعبان يا رب، ايا كان المرض يا رب تخلص من الاتعاب. بنسألك يا رب، نسألك انك تأتي تتحنن يا رب على كل حد بيصرخ من وجع المرض الجسدي، من وجع المرض النفسي. يا رب بصلي الناس مش عارفة تنام بالليل، ناس بتاخد أدوية عشان تظبط يا رب الحالة النفسية بتاعتها، انت تيجي وتحرر من كل قيود يا رب نفسية، من كل اكتئاب، من كل يا رب رغبة في الانتحار، انت تيجي وتدي حياة. بنصلي من اجل اخواتنا اللي عندهم كورونا، ومن اجل اي حد عنده كورونا يا رب انت تيجي وتخلصه من هذا الفيروس، وتيجي وتخلصه يا رب من تبعاته يا رب، كل تعب في الرئة في الجسم كله يا رب، من جلطات انت تيجي وتشفي. بنصلي يا رب من اجل ناس كتبت هنا طلبات صلاه، من اجل يا رب فشل في الكلى في الكبد، كانسر يا رب، اتعاب في المخ، انت تيجي يا رب وتشفي، تشفي وتسترد يا رب. استرد صحتنا، استرد نفسياتنا، استرد بيوتنا يا رب والعلاقات بيننا وبين بعض، وانت تيجي يا رب بزمن جديد نمكن فيه المحبه بعضنا لبعض، وما تسمحش ان الشيطان يضحك علينا في اسم يسوع المسيح. احفظ خروجنا
وادخلنا ونيجي نصلي ليك زي ما انت علمتنا. نقول لك أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم من الآن وإلى الأبد. آمين.